الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الباب باب عظيم، فيه الحث على الوعظ والاقتصاد فيه. فأولا الحث على الوعظ، فالوعظ من دين الله عز وجل، ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فسمى الله عز وجل هذا القرآن موعظة، فلا بد للمؤمن من موعظة تحرك قلبه، تثير مشاعره، وتقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك كثير من الناس خاصة من المنتسبين إلى العلم والدعوة يعني يعرضون عن هذه المنقبة العظيمة، وهي وعظ الناس. فالوعظ من القرآن والوعظ من السنة من أعظم طرق العلم، من أعظم الطرق التي توصل الناس إلى ربها سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، سمى الله القرآن موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هدى وموعظة ورحمة، ولكن هذه الموعظة لا ينتفع بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك القرآن مليء بالترغيب والترهيب، ترغيب في الخير وترهيب عن الشر، ترغيب في جنة النعيم، ترهيب عن نار الجحيم، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. بل إن آيات الأحكام من تأملها يرى أن في آخرها، في كثير من الآيات في كتاب الله عز وجل، وعظ وتذكير، إما ترغيب في الجنة وإما ترهيب عن النار. وهذا يفيد المرء أنه ما يمتثل الأوامر والأحكام الشرعية إلا من أجل هذا الأمر العظيم، أولا الاستجابة لأمر الله عز وجل، وأيضا الطمع في فضله والخوف من عقابه. فلذلك لا بد للمرء أن يتعاهد نفسه بالمواعظ بحضورها، وأن يتعاهد الواعظ الناس بالموعظة، لا بد من هذا. فالعملية تكاملية بين المعلم والمتعلم، فلا بد من هذا، أن تعظ أنت نفسك وأن تحرص على مواعظ أهل العلم، ولا تحرم نفسك هذا الأجر. ولذلك لولا المواعظ التي تكون في القلوب لقست القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الصحابة، وهم الصحابة جبال الإيمان، جبال العلم، جبال التقوى، ومع ذلك يحتاجون إلى الموعظة، فيعظهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر علينا في الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية مرت علينا في أبواب كثيرة، ولكن نذكر بعضا من فوائدها. فأولا في قوله سبحانه وتعالى: ادعو، أمر بالدعوة. فالأصل في الدعوة أنها واجبة لمن استطاع عليها، الدعوة واجبة لمن استطاع عليها، وهي فرض كفاية، لا بد أن يقوم بها أناس. فإذا لم يقم بالدعوة أحد أثم الناس أجمعون. فلذلك لا بد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الدعوة مقيدة بقيود. أولا أن تكون هذه الدعوة إلى سبيل الله، ادعو إلى سبيل ربك، لا إلى سبيلك، ولا إلى دعوتك أنت، ولا إلى حزبك أنت، ولا إلى قوميتك أنت، بل ادعو إلى سبيل الله. الذي يدعو لا بد أن يخلص نيته بأن تكون دعوته لله وفي الله، لا بد من هذا، وإلا فإنها إن شابها شائب بأن تكون هذه الدعوة لنفسه أو لحزبه أو لقومه أو لوطنه أو إلى أي ذلك مما يدعو إليه أناس، فإن هذا مخالف لهذه الآية العظيمة: ادعو إلى سبيل ربك. القيد الثاني بالحكمة، لا بد أن تكون الدعوة فيها حكمة. إذا لم يكن في الدعوة حكمة فإن هذه الدعوة لا تنفع، فلا بد من الحكمة. وما هي الحكمة المرادة؟
هو أن تضع الأمور في مواضعها، تعرف متى تدعو، تعرف متى تتوقف، تعرف متى تكون الدعوة بشدة، تعرف متى تكون الدعوة بلين، تعرف متى ترخي، متى تشد. لا بد أن يعني يتحلى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله في دعوته. هذه هي الحكمة، ليست الحكمة فقط اللين، الحكمة هي أن تضع الأمور في مواضعها. لا بد أن نفهم هذا، لأن بعض الناس يظن أن كل أحوال الدعوة لين. الدعوة أنواع، إما أن تكون بالرفق واللين، وإما أن تكون أحيانا بالشدة والغضة على حسب الحال والمقتضي. ولذلك أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف، أحيانا تجده يكون لينا في دعوته، أحيانا يكون شديدا لاقتضاء المقام والحال، أن تكون الشدة والغضة هي الواقع. ولكن الأصل أن الدعوة تكون برفق ولين، هذا هو الأصل. ولذلك جاء الترغيب في الرفق واللين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة أن تكون من القرآن والسنة ومن كلام أهل العلم وبالكلام السليم من الشوائب، هذه الموعظة الحسنة. ومن حسن الموعظة أن يختار لها الواعظ الوقت المناسب والحال المناسب. وذلك يخطئ اليوم كثير من الناس في هذه المسألة، أنه لا يختار الوقت المناسب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن يختار المرء الوقت المناسب. يعني ليس كمثال، ليس من المناسب مثلا تدخل على أناس يتبعون مباراة وتعظهم على الجنة والنار، مو بحولكم، فاختار الوقت المناسب لهم حتى تدعوهم وتعظهم وتذكرهم. فإذا مسألة الموعظة لا بد أن تكون هذه موعظة حسنة، ليست المسألة مجرد أنك تعظ تقول أديت الذي علي تمشي، لا، المراد أن هذه الدعوة لا بد أن تكون فيها، قبل أن تدعو بلسانك أن يكون في قلبك إرادة هداية الناس، ومن إرادة هداية الناس أن تختار لهم الموعظة الحسنة، الوقت والمكان والزمان المناسب لتقبل هذه الموعظة. قال وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا اقتضى الأمر الجدال فجادل، وإلا فإن الأصل عدم المجادلة، ولكن اقتضى الجدال فجادل، والجدال مقيد بالتي هي أحسن، يعني تجادل بطريقة ليس فيها تنفير عن دعوة الله عز وجل، ولكن إلا الذي ظلم فإنك تجادله بالجلاد، كما قال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا منهم لا تجادلهم بالتي أحسن. ولذلك أيضا في حال مجادلة المنافقين وأمثالهم اليوم الليبراليون والعلمانيون وأمثالهم، هؤلاء منافقون وإن كانوا الآن ملاحدة لأنهم يصرحون بضلالهم وكفرهم والعياذ بالله، فأمثال هؤلاء لا تجادلهم بالتي أحسن، هؤلاء خذهم بالغلظة والشدة، إياك أن تترفق معهم وأنت تتحدث معهم، وإنما وإنما عليك أن تخاطبهم كما أمر الله نبيه، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لم تأتي آية في كتاب الله تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والرأفة بالمنافقين، الآيات كلها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغلظة والشدة معهم، لأن هذا هو المقام. ولذلك في حال مناقشتك أمثال هؤلاء إياك أن تتعامل معهم بالرفقة أو تتكلم معهم بباب الأخوة، وإنما عليك معهم بالجلاد إن كان معك العلم، كما قال الله عز وجل لنبيه أغلظ عليهم، فعليك بالغلظة مع هؤلاء. فإذا مسائل الدعوة ليست على حدة، وإنما تتنوع تختلف باختلاف المقام والمكان. قال وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، متفق عليه. وهذا الحديث فيه من الفوائد أنه يجوز للمرء أن يخصص له يوما يدعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى من باب الترتيب لا من باب التفضيل. فابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يتعهد
الناس بموعظة في كل خميس، فخصص له يوما. هذا ليس لفضيلة يوم الخميس، وإنما من أجل الترتيب، ترتيب الدعوة. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يعظهم في كل خميس، فقيل له يعني نود أن تزيدنا من الموعظة، يوم واحد في الأسبوع ما يكفي. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ما يمنعني يعني من الزيادة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا، يعني يتخولهم يعني بين الحين والآخر، لأن النفوس لها إقبال وإدبار، فلو في كل يوم موعظة كل يوم موعظة كل يوم موعظة ملت النفوس. فلذلك السنة أن الإنسان يتخلل الناس بالموعظة والتذكرة، ولا تكون التذكرة في كل يوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه حرص ابن مسعود رضي الله عنه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله ودعوته، وقد عرف رضي الله عنه وأرضاه بذلك. ولذلك ابن مسعود من أقرب الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا رأيت في كلام ابن مسعود خصوصا يعني ابن مسعود، تجد أن كلامه أقرب إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا إذا سمعت كلام ابن مسعود تظن أنه حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كان المرء أقرب إلى سنة الرسول وأتبع إلى سنة الرسول، أعطي من هذه الحكمة، وأعطي من حسن الكلام، وأعطي أيضا من جوامع الكلم، المعاني، الكلمات القليلة التي تحوي المعاني الكثيرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي لقضان عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه فوائد كثيرة، منها أولا أن الإمام والخطيب لا بد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة التي خالفها اليوم كثير من الناس، وهي إطالة الصلاة وتقصير الخطبة. إطالة الصلاة المراد بها إطالة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنك تطيل الصلاة إطالة تشق على الناس، وإنما تطيل كإطالة الرسول. وانظر هنا التصريح، وهذه فائدة مهمة، التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بسنية إطالة الصلاة. إذن الصلاة تطال، لا بد أن يصليها المرء كما صلىها الرسول، يطيل الصلاة. قال إطالة الصلاة، هنا نص على إطالتها، ولكن الإطالة لا تكون إطالة شاقة. يعني بعض الناس الآن يحفظ حديث واحد فقط، يا معاذ فتان أنت يا معاذ، ويحفظ حديث إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، ما يحفظ إلا هذا الحديث، ما يعلم، ما كأن سمع هذا الحديث. إطالة الصلاة. إذن كيف نجمع بين التخفيف والإطالة؟ المراد بالتخفيف الذي لا يخل، والإطالة التي لا تشق. فتطيل الصلاة إطالة توافق السنة، فتنظر كيف كان النبي يصلي فتصلي. مثلا صلاة الفجر كيف كان النبي يصليها؟ كان يقرأ صلوات ربي وسلامه عليه من طوال المفصل، وكان من هديه الدائم الذي لا يكاد يتخلف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الركعة الواحدة سورة كاملة، وطوال المفصل من قاف إلى سورة النبأ. فمثلا النبي يقرأ مثلا في الركعة الأولى قاف، وفي الركعة الثانية مثلا الرحمن. ولو حسبنا الصلاة بهذه الصورة والنبي كانت قراءته مترسلة، ما تقل صلاة الفجر عن 20 دقيقة. واليوم إذا صلى الإمام 8 دقائق 9 دقائق يصيح بعض الناس على هذا الإمام، يعني لو نصلي كما صلى الرسول ماذا سيفعلون؟ فإذا لا بد للإنسان أن يعود نفسه على السنة، يرغب نفسه على السنة، وإذا تعودت اعتادت. فإذا اختلت الصلاة بعد ذلك عن السنة هو يشتاق إلى السنة، يشتاق إلى التطويل، يشتاق إلى الصلاة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: إن طول الصلاة وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقهه. وهنا بعض الخطباء عكس الآية وعكس الحديث، فصار يطيل الخطبة ويقصر الصلاة، بل إن بعض الخطباء لا يكاد يقرأ بالسنة في صلاة الجمعة، وقد ورد فيها 3 سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد كثير من الناس يعرفها. السنة الأولى أن يقرأ بالجمعة والمنافقون، والسنة الثانية أن يقرأ بالجمعة والغاشية، والسنة الثالثة التي هي مشهورة بين الناس الأعلى والغاشية. فلو نوع الخطيب في صلاة الجمعة بين هذه السنن الثلاث لكان في ذلك خيرا عظيما. ولكن كثير من الناس تجده يطيل الخطبة إطالة كثيرة، يخطب ساعة لربع ويقرأ بالكوثر وقل هو الله أحد.
ولا شك أن هذا مخالفة صريحة للسنة. لو فعلها مرة عرضا أو لاحتياج المقام أن يفعل ذلك فهذا لا بأس، لكن أن يكون هو الديدن، الديدن مخالفة السنة، هذه مصيبة، والله مصيبة أن يكون ديدن خطيبا يخالف السنة. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طال الخطبة، ولكن هذا لشيء عارض. الأصل قصر الخطبة. وهذه المسألة بالذات يعني حقيقة الناس فيها على طرفي نقيض ووسط، فمنهم من يطيل الصلاة الخطبة إطالة مملة فيها من السآمة التي تصد الناس عن الخير، فتجد الذي يسمع الخطبة لا يعرف أولها من آخرها من طولها، وهذا شك مخالف للسنة. وبعضهم على الطرف الثاني صار يخفف الخطبة تخفيفا مخلا، فلا يكاد تستفيد من الخطبة شيئا. وقد سمعنا بعض الخطب، بعضهم يخطب دقيقتين وثلاث دقائق، مش يستفيد الناس من دقيقتين وثلاث دقائق؟ ما الفائدة التي ترجوها من الناس؟ المسألة ليست بس تلقى كلام وتمشي، الموعظة وإن قلت لا بد أن تحرك القلوب، لا بد أن تقرب القلوب إلى أعلام الغيوب. أما مسألة أنك تقول كلمة كلمتين حديث وحديثين وتقول صلى الله وسلم على نبينا محمد، هذا مخالف للسنة. فإذا هؤلاء فهموا فهما مغلوطا، وهؤلاء أيضا أطالوا الخطبة مخالفة للسنة. والسنة أن تكون وسطا، أن تكون الخطبة ميسرة، يعني في زمان لو قلنا إلى ربع ساعة إلى ثلث ساعة ليست طويلة الخطبة، إلى ثلث ساعة ليست طويلة، وتكون الموعظة نافعة يستفيد منها من كان موجودا في هذه الخطبة. أما أن تخل يعني إخلالا كما رأينا بعضهم دقيقتين ثلاث دقائق، يعني ماذا استفاد الناس من هذه الخطبة؟ فلا بد أن يكون الإنسان وسطا ويفهم الأدلة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. الشيء العارض لا بأس به، خطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالصحابة من الفجر إلى الظهر، فصلى الظهر ثم عاد وخطب بهم من الظهر إلى العصر، ثم صلى العصر وعاد فخطب بهم إلى المغرب. وهذه فيما أعلم لم يفعلها النبي إلا مرة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا مرة واحدة فيما أعلم. هذه يستفاد منها أن الشيء العارض لا بأس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأمر عارض، فخطب الصحابة هذه خطبة طويلة لمدة يوم كامل صلوات ربي وسلامه عليه. آخر حديث في هذا الباب حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، يعني في الصلاة عطس رجل، فقال معاوية بن الحكم يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، يعني التفت الناس في الصلاة وأخذوا ينظرون له لماذا يتكلم في الصلاة، فقلت وذكل أمياه، وهذه من الكلمات التي يدعو بها العرب ولا يقصدون معناها، ما شأنكم تنظرون إلي؟ ماذا فعل الآن معاوية في الصلاة؟ قال الذي عطس يرحمك الله، وعندما نظر إليه الناس تكلم فقال ما شأنكم تنظرون إلي. فإذا فعل الآن منكرين في الصلاة، أنه قال يرحمك الله، وأيضا قال ما شأنكم تنظرون إلي. فجعلوا يضربون بأيديهم، يعني الصحابة يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني تنبيها له أن يسكت. فلما رأيتهم يصمتوني أو يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وهو وأمي، انظر يثني على موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسن تعليمه. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة، يعني النبي قال لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا احتراز من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وفيه فائدة أنك يجوز لك أن تنقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى، لأنه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله، يعني معاوية، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم، قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، رواه مسلم. قالوا عن عباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. وقد سبق هذا الحديث بكماله في باب الأمر المحافظة على السنة.
حديث معاوية بن الحكم فيه فوائد عظيمة استنبط منها العلماء، يعني فوائد كثيرة وأحكام كثيرة، نذكر شيئا منها. منها أن الجاهل والناسي والغافل إذا تكلم في الصلاة فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. الدليل على ذلك أن معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم وهو غير معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة قال يرحمك الله للذي يعني عطس في الصلاة، وتكلم قال ما شأنكم تنظرون إلي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الالتفات في الصلاة لا يبطل الصلاة، أن الالتفات في الصلاة لا يبطل الصلاة، وإذا كان لحاجة فلا بأس به، هو مكروه ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس به. الدليل على ذلك أن الصحابة أخذوا ينظرون إليه بأبصارهم، وهذا يفيد أنهم كانوا يلتفتون، يعني التفتوا عليه عندما تكلموا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، وأيضا لم يأمرهم بإعادة الصلاة، لأن التفاتهم عليه من أجل حاجة ومصلحة لأن يسكت في الصلاة. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن الضرب والحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطل الصلاة، فكان الصحابة يضربون على أفخاذهم تسكيتا له، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فدل على أن الحركة اليسيرة وإذا كانت مصلحة الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة، وهي أيضا جائزة للحاجة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أمر بالتسبيح، أمر بالتسبيح، ولكن هذا الحديث فيه أيضا فائدة أنك تشير، مثلا لو أحدا تكلم في الصلاة وأشرت إليه أن يسكت إشارة من دون كلام فإن هذا لا بأس به، لو أشرت له إشارة بأن يسكت فإن هذا لا بأس به. الذي ينهى عنه الكلام، الذي ينهى عنه الكلام. وهنا مسألة مهمة نحب التنبيه عليها، وهو أن بعضهم يعني نشر كلام على الشيخ بن باز أنه يجوز يعني للمأموم أنه يفتح على الإمام ولو بالكلام، أن يفتح على الإمام ولو بالكلام، فلو نسي الإمام مثلا أن يسجد وقال له سبحان الله ركع، قال له سبحان الله رفع، قال له سبحان الله قرأ الفاتحة، ما يعني ما عرف المقصود. سمعت بعضهم يقول إن الشيخ بن باز يقول ماذا، تقول له اسجد، هذا غير صحيح أبدا، لا يثبت هذا على الشيخ بن باز رحمه الله، لأن الكلام لا يجوز في الصلاة أبدا. وإنما الذي يعني ذكره العلماء أنك في مثل هذه الحالة تقرأ آية من القرآن تدل على المعنى، تقرأ آية من القرآن تدل على المعنى. مثالها ماذا تقول؟ اسجد واقترب، اسجد واقترب، فتقرأ آية من القرآن، لأن قراءة القرآن في الصلاة لا يبطل الصلاة، أما الكلام فيبطل الصلاة. فلذلك بعضهم قد يختلط عليه كلام الشيخ بن باز أو غيره من المشايخ فيظن هذا الظن، يظن أنه يجوز أن يتكلم، ما يجوز الكلام أبدا في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ما يصلح أبدا، ما خصص النبي شيء من الأشياء، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أبدا. آخر ما معنى في هذا الحديث، معاوية بن الحكم رضي الله عنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معلما حسنا لم يضربه ولم يشتمه فإنه استغل الفرصة فسأله، ولذلك حسن الأسلوب وحسن البيان يجعل الطالب يستفيد من المعلم، فاستغل معاوية بن الحكم هذه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، يعني أسلم متأخرا رضي الله عنه وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتهم، لأن إتيان الكهان إن كان للسؤال فقط فإنه لا يقبل من صاحبي 40 صلاة 40 يوما، وإن صدقه كفر بما أنزل على محمد لأنه مكذب للقرآن، لأن الكهان يدعون علم الغيب. ثم قال ومنا رجال يتطيرون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. الطيرة كما جاء في الحديث الطيرة شرك، وهو شيء يجده الإنسان يتشائم به، يرى طيرا فيتشائم، يرى رجلا فيتشائم، يرى حادثا فيتشائم، وهذا يقع اليوم، يعني بعضهم تجده يريد أن يسافر فيرى حادثا في الطريق فيرجع، هذا تشاؤم، ترى هذا من التشاؤم، هذا نفس الجاهلية يرون بما ويرجعون. وكذلك بعضهم الآن يقولون إذا رأوا رجلا يعني تشاؤم في الصباح قالوا صبح صبح، يعني بعضهم يقولها تشاؤما بالذي رآه،
تشاؤما بالذي رأى، وهذا من التشاؤم والطيرة. ولكن ماذا يفعل الإنسان؟ قد يجد الإنسان في نفسه تشاؤما. وذلك ابن مسعود في الحديث قال: وما منا إلا، يعني في قلبه شيء من الطيرة، ولكن يدفعه بالتوكل. قد يأتي للإنسان تشاؤم في قلبه ما يسلم، إذا رأى حادثا في الطريق وهو مسافر تجي يجد في نفسه تشاؤم يخاف يصير لحادث قدام. فمثل هذه الحالة هذا نوع من التشاؤم، لكن لا تظهره على لسانك، ليكون في قلبك، ويكون علاجه ماذا؟ بالتوكل على الله، تمضي في طريقك، لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا تقول الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالطيرة من الشرك فليحذرها المرء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على كل خير وأن يجنبنا كل شر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتحمل